وللحديث عن انتخابات مجالس المحافظات المقبلة والحديث أيضا عن مقاطعة شعبية مرتقبة لهذه الانتخابات وسط الاتهامات بالفساد للأحزاب السياسية، معنا من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي. أهلا بك أستاذ مظفر. يعني كما تعلم، ناشطون في ذي قار والعديد من المحافظات أكدوا أن الشارع سيقاطع انتخابات مجالس المحافظات. السؤال هنا، لماذا لا تشكل هذه الانتخابات فرصة للشارع العراقي؟ لماذا يهمل هذه الانتخابات التي من المفترض أنها استحقاق مهم في دول أخرى؟ مساء الخير على حضرتك وعلى حضرات المشاهدين الكرام. أهلا بك. بصراحة الملايين اللي خرجت أيام ثورة تشرين المباركة رافضة لمجالس المحافظات وما أدى إلى إلغائها، كون الحكومة كانت خايفة من المظاهرات وما تعرف نتائجها، هذه الملايين هي اللي قالت كلمتها وكلمة الشعب العراقي بيها، لأن الشعب العراقي كليته ميز أنه مجالس المحافظات هي مجرد بؤر للفساد والمحسوبية والمحاصصة. أما الاستحقاق الانتخابي اللي يتحدثون عنه، استحقاق الانتخابي هذا بالدول الديمقراطية الصحيحة، الديمقراطية النقية، هذه تكون فرصة للتغيير، فرصة للأحزاب لمراجعة أخطائها، فرصة للناس لتغير المخطئين والفاسدين، لكن بالعراق لا وجود لهذا الشيء. نعم أستاذ مظفر، الأحزاب أطلقت وعودا كبيرة تؤكد حرصها على التنمية وإنهاء الإهمال السابق، لماذا لا يثق العراقيون بمثل هكذا تصريحات؟ لأنهم يعني سئموا من هذه التصريحات والوعود. الأحزاب الحاكمة والناس الآن الموجودين بالسلطة أكثرهم كانوا يطلقون الوعود، حتى قبل احتلال العراق كانوا يطلقون الوعود أنهم راح يغيرون، راح يبنون، راح يشكلون أشياء. الكلام بلاش والوعود بلاش، والناس يعني ملت. 23 سنة 24 سنة ما صار فد شيء، شنو اللي راح يصير بهذه المرة على مود يغيرون؟ هم كل مرة يطلقون الوعود والمشاريع الوهمية والخرافات اللي هم راح يسووها بالعراق، لكن ما أن تنتهي مهزلة الانتخابات كل من يرجع إلى كرسيه وكل من يرجع إلى محسوبيته وإلى جماعته يحاول يفيدهم، ما كل شيء راح يتغير. نعم، لكن نوري المالكي وفي أحدث تصريح له حذر المقاطعين للانتخابات بأنهم سيخسرون كما خسر أهل السنة المناصب حين قاطعوا انتخابات 2005 كما تعلم. ألا يشكل هذا اعترافا بأن إدارة الدولة تقتصر على مكون بعينه يستأثر بها دونا عن المكونات الأخرى؟ طبعا هو هذا الشيء معروف، الناس كلها تعرفه، العالم كله يعرفه. قبل أيام ظهر بهاء الأعرج يقال أنه إحنا استعطفنا السنة، أو يعني ما يعني أنه استخطينا السنة، أعطيناهم بعض المناصب لأنهم قاطعوا العملية السياسية، بالرغم من وجود بعض العملاء والناس اللي راحوا لعملتهم السياسية. لكن المقاطعة اللي أعلنها الشيخ حارة الضاري الله يرحمه، هذه كانت يعني سبب في وأد العملية السياسية، وهي الآن ميتة سريريا بواسطة هذه المقاطعة. هم يعرفون أنه الجل الأكبر من الشعب العراقي ومن طائفة السنة مقاطعة لهذه العملية وما تعتبرها شيء صحيح. أما بالنسبة لنور المالكي يهدد الناس، لأن نور المالكي يتباكى على الخارج، هو يريد يوصل فكرة للخارج أنه موجود استحقاق انتخابي، الناس تنتخب، كل الطوائف مشتركة، هذا الشيء لفائدته الشخصية وفائدة حزبه وجماعته، مو لفائدة الشعب العراقي. خليه يهدد، يا ما هددوا الناس ويا ما توعدوا الناس، لكن الناس تعرفهم وتعرف ماضيهم، تعرفهم أنهم لا شيء. نعم، لكن في إطار آخر سيد مظفر، هل يعد عدم شرعنة الانتخابات بمقاطعتها خطأ استراتيجيا بحسب مفهوم المالكي؟ يعني قد يكون المالكي يفهم هذا الشيء، يعني ما أعتقد أنه المالكي يفهم شيء من استراتيجيات الخطأ والصحيح، ولا ما كان ارتكب اللي ارتكبه لما كان بالحكم، والان لما يدير من وراء الستاره جماعه الاطار والحكومه. هذه الاخطاء اللي هم اللي ارتكبوها الان وارتكبوها في السابق لا تنم على انه واحد يفكر باخطاء استراتيجيه، واخطاء يعني اخطاء لها تبعات. هم يتصرفون في وقتهم،
في ما يناسبهم، ما يناسب سرقتهم وفسادهم، لا خطأ استراتيجي ولا أبد، بالعكس مقاطعة الانتخابات، عدم إعطاء شرعية لهؤلاء الناس، عدم إعطائهم فرصة للتسيد وإيصال فكرة أنه انتخابات ديمقراطية. في المقابل، هل ترى أن وجود التيار الصدري في موقع ما يصف نفسه بالمعارضة سيكون مهما؟ لماذا لا يعول العراقيون على حراك هذا التيار، أقصد التيار الصدري الذي دخل بمواجهة مباشرة كما تعلم مع الإطار التنسيقي وانسحب من أمامه؟ نعم، أنا يعني بصراحة أنا من منبركم الكريم ولمرات سابقة واليوم أقول أنه لا فرق عندي أنا شخصيا بين التيار الصدري وبين الجماعة الإطار، الكل نفس الشيء، الكل يخدمون نفس الهدف، لكن اللاعب الأساسي اللي هو إيران، كل من يعطي دوره وكل من يعطي مكانه. التيار الصدري الآن الناس عرفت أنه بس كلام، يعني ماكو أفعال، ماكو شيء، وبالنهاية يصلون إلى مرحلة من الغليان، مرحلة من حد التصادم، وبالأخير يتراجعون وكأنما شيء لم يكن. يعني لا يمكن للتيار الصدري أن يكون عنوانا لمعارضة حقيقية على الأرض وأن ينال ثقة الناس، ألا يمكن ذلك؟ شخصيا ما أعتقد هذا الشيء، هم غير مؤهلين لهذا الشيء، هم يدورون بفلك واحد، سيد مقتدى يعطيهم أمر يتراجع عنه في اليوم الثاني، كل يوم برأي وكل يوم بشيء، ما يقدرون يتسيدون موقف ولا يقدرون يكونون عنوان للتغيير، مستحيل. نعم، طيب أستاذ مظفر، يعني إلى أي مدى يرى العراقيون بحسب متابعتك وقراءتك يعني للكثير من الآراء وأكيد مخالطتك للكثير من الشباب العراقي والمكونات العراقية المنزعجة من مثل هذه الانتخابات وهذه يعني الجهات السياسية وهذه الأحزاب، إلى أي مدى يرى العراقيون أن التغيير لن يكون سهلا بوجود مثل هذه الأحزاب السياسية؟ أستاذي الكريم، التغيير ما راح يكون سهل في ظل وجود سلطة مجرمة، سلطة إيدها على الزناد، سلطة تتمترس وراء الميليشيات، ميليشيات القتلة وتمولهم وتحميهم من المساءلة والوجود السلاح المنفلت بأيديهم. هذه السلطة من الصعب مجابهتها بالسلمية، سلطة ما توانت عن قتل 1000 شهيد وعشرة آلاف جريح لناس سلميين طلعوا مظاهرات سلمية يصيحون سلميين احنا. هذه السلطة تحميها أمريكا، تحميها دول الجوار، كل المستفيدين من عندها يحموها. للأسف تغييرها ما راح يكون بالصورة البسيطة اللي يتصورها البعض. السؤال الأخير أستاذ مظفر، يعني منظمات كثيرة وثقت استمرار استخدام الأحزاب للتحشيد الطائفي خلال حملاتها، السؤال هنا كيف يعول على هؤلاء لبناء دولة مؤسسات وهم يراهنون بالأصل على إنهاء السلم المجتمعي؟ بعمرهم ما راح يكونون دولة، وعمرهم ما راح يبنون دولة، واللي يريد يبني دولة يزرع جذور بها. هؤلاء الناس ما زرعوا جذور، صار من 23 سنة يعني مشغولين بشيء واحد، هو تهريب الأموال، نهب الأموال، نهب ثروات العراق. هذه الناس اللي أوغلت بالطائفية وأوغلت بالفساد ما راح تقدر تكون عنوان لتغيير بالدولة، ما راح يقدرون يبنون دولة هذول. الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي كنت معنا عبر سكايب من أمستردام، شكرا جزيلا لك.